قهوة 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 وينك يا مريض في الجراج؟ هاي هاي سباكي ايش عملت؟ سباكي حبيبي تروح قهوة 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 يلا بيلا تقدم قهوة 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 اسمعك بكون على الساعة 2 موجود هنا كل يوم بتبلش بتصير الأزمة من 3:30 وتحت هذا الحكي كل يوم 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 كان في الاول محسوب احسن من الايام هذه بس في مع الانتفاضه هذه اللي صارت الجديده هذه تغير الوضع صاروا مشددين زياده عن اللزوم وقفوا التسريح كثير في نسبه كبيره من الشاغله واخذوا التسريح بروحوهم زي ما انت شايفه هيك المعبر الازدحام اذا الواحد ما طلعش بدري ما بقدرش يمرق منها لانها تبقى مكتظة هنا يعني تبقى هنا كلهم دافش فوق بعض يعني اللي بقع بروح فيها زي يوم الحشر فيش مجال يعني الواحد بده يطلع قبل الصلاة مشان يمرق زي البشر ما انت شايف يعني استنى الاخر شوي بتشوف المسبوق هذا هو يعني شغلنا احنا هنا كل يوم يعني اليوم لو ما انا طلعت بدري الا الحين كان بتلاقيها الازمة مش قادر ادري السبب اللي دفعني الناس بالداخل لأن هان ما فيش شغل شغلهم هان تعيس أجراتهم الأجرات جوا أحسن بالضبط تقدر يعني 250 حسب إذا كانت تسلح من المعلم بناخذ 250 إذا كان مشترى بناخذ 350 400 انا طلعت من 4 الصبح اليوم يعني طلعت هاي قد الساعه وبدنا كمان ساعه نطلع من المعبر من هنا وينك يا ابو علا حياة تبعتنا كلها مشاكل كلها صعبه بشكل صورتك ما معك تسليح ما بتدخل معك تسليح بتفوت فتشو وبس هاي الإجراءات يعني ويوم أزمة ويوم بكون سالك المعبر بس هيك يعني إشي جديد أنا معي تسليح بدفع عليه 2500 شيكل كل شهر 2500 شيكل عشان أدخل جوا لمين؟ بدفع له للمعلم سوال التصريح هذا هو قهوة 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 قهوة